العجز الطاقي ضاعت فاقمت برشا في السنوات الأخيرة، والسبب نتاعها هي أول حاجة هي نقص الإنتاج في تونس، ولهذا التعويل على توريد المشتقات النفطية والنفط الخام الستير، وكذلك الغاز من الجذب للكهرباء. دونك هذوما الإشكالية الأولى اللي موجودة. ثانيا، في الفترة الأخيرة في سنة 2022 بالضبط، الحرب الأوكرانية الروسية زادت رفعت في الأسعار نتاع النفط، وهذيك زادت فاقمت، لأنه تعرف أنه بالنسبة للميزانية يحطوا دائما استيماتيف نتاع البري مويان، ولهذا التكهنات نتاعهم كانت بعيدة عن الواقع، لأنه توقع ارتفاع كبير جدا في سنة 2022. صحيح وأنه في الفترة الأخيرة نقص شوية وتوعى ودرجع شوية طلع، لكن ما وصلش للماكسيموم اللي كان وصله في سبتمبر أكتوبر، لأنه يعني سبتمبر أكتوبر وصل حتى لقريب 120 دولار للبرميل، توا حاليا في الاش 90 تقريبا. ثالث حاجة الديفالواسيون تاع الدينار، كذلك هي زادت كملت زادت أثرت، لأنه يعني تونس لازم تخلص المشتقات النفطية والنفط الخام بالعملة الصعبة. هي الإشكالية كبيرة في تونس في بالنسبة للمشاريع نتاع الطاقات البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هم اللي قاعدة توا مركزين عليهم في تونس. الإشكالية وأنه بالنسبة لطاقة الرياح ما يلزمش، مش ممكن باش يقع وضعهم. كان في مناطق معينة اللي تكون فيهم الكمية نتاع الرياح خلال السنة تغطي التكاليف نتاع المشروع، لكن بالنسبة للطاقة الشمسية، وهذه اللي نحب نركز عليه أكثر حاجة، لأنه الطاقة الشمسية بالنسبة لتونس مشروع نتاع الطاقة الشمسية ممكن يقع وضعها من الشمال للجنوب، وإلا حتى في البحر نجم، لكن صحيح وأنه في البحر أكثر تكلفة إنجاز المشروع، وفما بعض المشاكل الأخرى، لكن ما نمشيوش لبعيد، نمشيو على في البر. في البر الإشكال الكبير هي البطء إدارة فيما يخص الموافقة على المشاريع. توا مثلا تونس من سنة 2000 تتكلم على الإشكالية نتاع العجز الطاقي والتحول الطاقي للطاقات البديلة، حتى الآن ما شفناش حتى حاجة محسوسة. وأول إشكال قاعدين نعانيو منه في تونس بالنسبة للطاقة الشمسية بالذات هي وأنه حاطين تاكس دوانيير على السيلول الفوتوفولتايك. معناها هذه حاجة غريبة، أنت من شيء نقول حاب نشجع الطاقة الشمسية وأنت تعملي تاكس دوانيير وقت اللي باش تكون تكلفة باهظة. طبيعي الإنسان شكون اللي باش يعمل لك مشروع نتاع طاقة بديلة ويعرف المشروع هذاك مش ممكن باش يعمل لامورتيسمون تاعو كان بعد 10 ولا 15 سنة، مش معقول. ثانيا، الدعم اللي عملته الحكومة في مخصص الطاقة الشمسية، الأغلبية نتاع ليزانستالاتور يقول لك وأنه الحكومة بطيئة جدا باش تدفع الدعم اللي حطته على ليزانستالاسيون تاع الفوتوفولتاي. فرق كبير ما بين تونس والأسعار عالميا، لأنه الأسعار عالميا انخفضت بكيفية مهولة، ولات مقارنة بالنسبة للطاقات الأحفورية تقريبا نفس التكلفة ولا حتى أقل من النفط. والإجراءات الإدارية والبطء الإداري كذلك. والحاجة الثالثة، يجب نحاول نشجعوا باش الشركات يوليوا يصنعوا في تونس.